نيجي بقى لل 3D تايتل وازاي انتر اكت مع اللايتنج. برضه هنروح للاير نيو كنترول واي اي 3D وناخد تكست ونكتب وليكن الكتريك. تمام، ناخد حرف الاس فين؟ يعني حاجة زي دي كده. افتكر كان في واحد اظرف من دول، تمام. ونكبر الفونت، تمام، و تمام. خلصنا كده من الاخ ده. نضغط بي ريسيت، ودي مش محتاجينها في حاجة. نروح لإليمنت ونحط ايه إليمنت، ونخش على اوبس، نروح الأول على كاستم لايرز، نروح تكست اند ماسكس ونحط آخر واحدة، ونروح على سين سيت اب على طول علشان نشتغل. نروح للانفايرومنت وهعمل سيت اب للاستوديو انفايرمنت، واروح الاكسترود هتنزل بالشكل بالمنظر ده. هروح بس على طول للبيفل وهديها اكسترودجن، وهزود بس شويه البيفل ديبث، تمام، والبيفل سايز، ونزود شويه البيفل سيجمنتس، تمام. وهروح للموديل نفسه واقول له اكستريم بس بعدين، تمام. نيجي للماتيريال اند بريسيتس، ونروح لماتيريالز برو شيدرز ميتالز، وناخد مثلا حاجه زي البيرنت، ظريف. بس اهم حاجه نروح للريفليكشن ونخليه سفيريكال ريفليكشن، ونروح ل بوكس ريبيت ويبقى مثلا 3 في 3، افتكر 4 في 4 أظرف، تمام، حلو جدا. هروح للماتيريال، آسف، للموديل، واطلع فوق 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 قوي، واروح كده ل 2، احط 2 بيفلز او 2 كوبز من البيفل، واروح للتاني واقول له اكسباند ايدجز والزي اوفست كده شويه، اكسترود كده حبه، كده شويتين، وناخد على دي حاجة تكون غامقة وليكن حاجة زي دي، تمام، بالمنظر ده كده. طبعا انا بعمله شيفت مع ليفت كليك عشان الف الانفايرومنت، ونروح نشوف مثلا لايت زي سينماتيك، هنلاقيه تحفة، تمام، حاجة جميلة وزي الفل. افتكر لو احنا زودنا التايلنج شوية مش هيقول لا، لو رحنا مثلا خليناه 8x8 افتكر احلى بكتير اوي 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 من الاول. ونروح للاكستروجن موديل نفسه، واروح ل الريزولوشن، هقول له اكستريم، تمام، بالمنظر ده كده. افتكر احنا كده خلصنا من التكست. هعمل اوكي، هنجيب التكست هنا، هروح لرندر سيتنج على طول، واروح لللايتنج، واضيف اللايت اللي انا ضفته جوه اللي هو السينماتيك لايت، اوريدي بقى عندي لايت. بعد كده هروح احط وليكن لاير نيو لايت، هنخليه بوينت لايت، وهناخد كلر من هنا كده، واقول اوكي، وهقول له اوكي، وهاخد البوينت لايت ده يمكن لورا شويه، وهاخده كده شويه، تمام. يبقى انا كده نورت
ال edges تمام. تمام بس هو الأصح إن هو يبقى الناحية دي كده تمام. ممكن كنترول دي تاني وناخد لايت يبقى ورا شوية تمام. ويبقى الكالر بتاعه ايه؟ يبقى الكالر بتاعه مثلا بلو تمام. حاجة بيه بالشكل ده كده. على طول بقى نروح لإي 3 دي ولو كنترول اس وهسيف ده في فري فيديو كوبايلوت ارابيك وهسميه الكتريك اكس واروح على طول للشادوز واروح لانيبل شادوز وريتريس. طبعا هو مش هيريتريس حاجة انا اصلا يا دوبك هو لايت واحد وهقول له امبنت اوكلوجن ريتريس واقول له انيبل تمام بالشكل ده كده تمام. نزود ده وهنزود ده. ما افتكرش ان احنا نعمل لايتنج تاني. وافتكر ان الاليمنت دي هتيجي تحت الكالر كوركشن دي او حتى كمان ممكن تيجي تحت دي كمان خليها تحت تمام. حلو طيب كنترول الت شيفت سي 28 كويسه وهعمل اوكي زي شفنا الديبث بان. هناخد بقى اليمنت والكاميرا ودول كنترول شيفت سي وهنسميها 3 دي تايتل وهنعمل اوكي تمام. طبعا تيجي تحت تمام. ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده ان احنا نشتغل على اللايتن كنترول واي وهنسميه 3 دي سترايك وهنحط الادفانسد لايتنج وكالعاده نفس القصه هروح للجلو وهقول له زيرو تمام. طب اساسا اللايت الاول الكور سيتنج نروح نعلي بس دي حبه واروح اخليه بريكنج. حلو البريكنج ده بصراحه. ناخد دي مثلا كده وناخد الاوريجين دي كده مثلا تمام. حلو قوي. كوندكتيفيتي كالعاده هنديها هنا كي فريم ونروح لغايه الاخر ونحرك الكوندكتيفيتي براحتنا. لو جينا عملنا زيرو هنلاقي الكوندكتيفيتي زي ما احنا شايفين كده تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا الكور راديوس الت كليك وهقول له كالعاده ويجل عشان نعمل البلينكينج. هقول له مثلا بتاع 7.8 مثلا عشان يعمل بيعمل بلينك وحش تمام. ليه؟ لان 8 دي عاليه قوي 5 جميل بس الاسينشال فاليو انا عايزها 1.5 تمام عشان لما يضاف عليها 5 ما تبقاش وحشه او شكلها مش ظريف تمام. ماشي. بعد كده ازاي بقى زي ما قلنا هنخلي ان اللايتنج يشوف الالفا لان انا عايزه يبقى ياخد الحتت اللي ما بين الحروف فيما معناه ان هو ياخد الالفا. طب انا هخليه ياخد الالفا ازاي؟ او هخليه يشوف
دي كأنها ماسك، فاكرين حكاية الماسك؟ كأنها ماسك. خلاص، طب تيجي ازاي؟ الأول طالما أنا عايزه يشوف ألفا بتاعت لاير تانية، يبقى لازم أقول له سيت مات. تمام؟ ماشي، أحطها قبله. سيت مات يعني حضرتك هتجيلي وهتاخد اللاير اللي هقول لك عليها تبقى جوه الألفا بتاعتها. خلاص؟ أو جوه اللومينانس، بس أنا هنا عندي ألفا ما عنديش لومينانس. فأنا هقول له هتاخد ال 3D تايتل، هتشتغل على الألفا شانل، كل ده زي الفل. لو رحنا بقى للالفا اوبستكل زي المره اللي فاتت وجينا عملنا كده، تمام، هنلاقيه بالمنظر ده اهو، بدا ياخد او يخش جوه ال انا عايزه سترايك مش بريكنج كده. اوه 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 انا عايز دي بس. تمام، حاجه كده. الجميل بقى كمان ان احنا لو رحنا عملنا هنا شانل بلر وزودنا الالفا بلارنس، هيجي كده. ده غلط، لان المفروض ان انا بعمل البلر قبل الادفانسد لايتنج، تمام، عشان يشوف البلارنس ده بالمنظر ده كده. ونخلي بالنا ان هنا بنعمل انفرت مات عشان تبقى جوه الالفا. طبعا لو انا خدت ده خليته تو واي سترايك مثلا، هيبقى بالمنظر ده كده. تمام، عاجبني، جميل. ولو خدناها كده مثلا، او خدناها كده مثلا، هنلاقيه بيتقطع هنا. بس بيتقطع هنا ليه؟ عشان البلر. تمام، فنخلي بالنا ان البلار ما يبقاش كبير قوي. تمام، ودي ممكن نخليها كده اهو عشان ينتر اكت كويس. ونروح لفوركينج، ممكن نزود الفوركينج ديكي يعني سنه بسيطه ممكن عشان يدي تلز كويسه. اوبستكل لو قللناها هنخليه يفك شويه من اللير، لكن لو زودنا الاوبستكل كده انا هلزقه في التايتل. تمام، فانا عايزه يبقى يعني حر شويه عن التايتل. تمام كده مثلا، تمام. طبعا اقدر بقى ان انا اروح لل 3 دي سترايك واروح ل الكور، وكالعاده اديها الكالر بتاعنا. تمام، ونروح للجلو. تمام، وهخلي ده زيرو، وهكبر ده شويه، وهقلل الانتنسيتي ل 0.1. تمام، لو تفتكروا هنشتغل نفس اللي احنا كنا بنشتغله قبل كده، كنترول دي. تمام، وهكبر ده سنتين. وطبعا السوليد دي هنقول انها اد. تمام كده شويه. بعد كده هنحط اكسبوجر. بس قبل كل الكلام ده، قبل كل الكلام ده، لغايه دلوقتي لو جينا نبص لده كده الفا سوليد كومبوزيت. تمام، سوليد كومبوزيت وعلى بلاك، ويتحط قبل الجلو. تمام، يتحط قبل الجلو. افتكر كده من كده فرق 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 يعني. انا عايز اجيب ده كده. تمام، وبعد كده تاني كنترول دي، وهنعلي الجلو، واروح لده وخلي ده سن الجلو. اقل درجه فيه بتفرق على فكره. تمام،
وعندنا ايه تاني؟ عندنا ايه تاني؟ عندنا ايه تاني؟ لا ده يكبر شوية. وهنحط بعد كده اكسبوجر عشان نعلي الاكسبوجر. تمام. لا يبقى تحت الكالر كوركشن افضل. حلو. دي حاجة. الحاجة التانية احنا ممكن نعمل كنترول دي من السترايك ونحطه ورا الاوبجكت بتاعي او الاليمنت ونغير فيه. بالشكل ده ونغير حتى دي نخليها دايركشنال. فناخد الاوريجين بره وناخد الدايركشنال او الدايركشن هنا كده. وفي ده هزود الديكي وهروح للأوبستكل وازودها قوي. فين الديكي؟ هزود، هقلل التربيلانس. وزود الديكي شوية بس. يعني ممكن ده بقى يبقى اللي هو ده ناخد ده ونمشي بس بتاع 10 فريمات ولا حاجة. تمام. وهنقوم واخدين النسخة اللي ورا دي Alt ونقطعها. وده اهي عملنا ايه؟ Alt ونبدأها بحيث ان اللي يحصل كالآتي. تمام. زيرو كده مثلا، ونحط دي كده بحيث ان هي زي ما تكون ضربت فدي بدأت وبعدين تنتهي. طبعا فينا حاجه اللي خلى دي تطفي على طول كده، لو احنا رحنا يو يو الاكسبريشن ده، لو احنا عملنا دي 8 مثلا هنلاقيها لسه موجوده. الاكسبريشن ده زي ما قلنا بيخليها قاعد تعمل ديمينج، فده اللي انا مش عايزه. نفس القصه في دي، لو احنا خدنا الـ Advanced Lightning و خلينا ده كده، ممكن حتى نخلي ده Strike أحلى بكتير. ونخلي الـ Origin دي هنا. يبقى كده مثلا. لو عملنا دي سولو 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 جميل. لو جينا نروح لدي وضغطنا تي كي فريم زيرو 3 فريمات بس 100 هنلاقيها بالشكل ده. ممكن نروح ل 3 دي تايتل ونروح ل جروب 1 بارتكل لوك مالتي اوبجكت، ونظبط او ننشط المالتي المالتي اوبجكت ونلفها على واي. تمام. وليكن مثلا ان احنا نعمل ده زيرو
ونضغط كي فريم ونمشي كده ونخليها مثلا 1 راوند. تمام. غير كده بقى كمان عايزين نعمل displace على زد. تمام. displace x y z. زود displace. امثالي بدل ما نعمل على زد احنا ممكن نشتغل على ده على طول. خلي الديسبليس على اكس شيفت 10 فريمات يبقى صفر. تمام. عندنا ايه تاني؟ مالتي سكاتر مش عايزينه في حاجة، يعني هي حركة بسيطة بس علشان نشوف الإفكت نفسه. نرجع هنا كده زيرو. ممكن نعمل ايه بقى؟ شايفين البتاع السترايك دي؟ احنا ممكن نعمل كنترول دي. تمام. ونيجي هنا مثلا ونمشي هنا كده. تمام. ونيجي عند دي ونقوم قاطعين دي ومثلا ده نغيره نخليه مثلا اي حاجة تانية وليكن مثلا بريكنج. خلاص. ونقوم جايين قاطعينه وكنترول دي مثلا كنترول زد كنترول دي هنا ونيجي هنا مثلا كنترول دي نيجي هنا هنا كنترول دي وهكذا. يعني هنوزع ده ممكن توزع ده عشوائي. تمام. فلو رحنا عملنا من اول هنا كده عملنا سول وجينا عملنا زيرو تمام. ممكن واحد زي ده مثلا نروح ناخد الاوريجين بتاعته كده ويبقى جاي من تحت كده مثلا. واحد زي ده لو جينا عند ده كده زي ده ده ممكن نعكس يبقى كده مثلا. بس ده بقى ممكن نزود. لا كده فرح حاجة كده مثلا. ممكن نعمل ديكاي للمين كور ودي افضل بحيث ان احنا بس نخليه يبقى يدوبك عند عند الكلمة نفسها. كده مثلا. نفس القصة في ده. عايز اعمل ديكاي للمين كور ونزود الديكاي شوية. تمام. وده ده نفس القصة برضه هقوله ديكاي للمين كور
كده مثلا، وده اجيبه كده واخد دي كده، احلى كتير قوي من الاول قوي. تمام نجرب. بس وهكذا ممكن انت بقى تدبليكيت اللايرز دي بنفس التكنيك ده. تمام دي الفكرة اللي المفروض انها وصلتكم. يعني افتكر احنا عملنا شوية اكسبيرمنتالز اصلا مش موجودين في التوتوريال، اتمنى بس تكون ان هي تكون فادتكم، ده المهم. وان شاء الله اشوفكم في التوتوريال اللي بعده، فاشوفكم على خير.